السلام عليكم، واش راكم؟ لعفام ان شاء الله كامل، اراكم لاباس. اذا انت كنت اول مره تشوف لا فيديو هذا، ما تنساناش بالابوني وفعلنا الجرس باش يوصلك الجديد نتاعنا. يا من لافامي ديرنا جام وكمل تفرج لا فيديو. شركه تاع بلاك فيو جاتنا بتليفون جديد واللي هو اوسكال تايجر 12. هنشوفوا المواصفات نتاعو مع بعض والبري تاعو في سوق الجزائر ومنين تشريه على الانترنت وكلش. خلينا نبداو بالمواصفات. راح يجينا الهاتف هذا بشاشه 6.78 انش اي بي اس 1080 ضرب 2460 بيكسل. التليفون هذا راح يجينا مزود بمعالج ميديا تاك هيليو جي 99 مع معالج رسوميات ار ام مالي جي 57. كي نشوفوا رام، عندك 8 جيجا بايت ولا 12 جيجا بايت رام، والستوكاج عندك 128 ولا 260 سيكوند. التليفون هذا يجينا بنظام اندرويد 13. عندك لاباتري تاع هذا التليفون 5000 ملي امبير. درك اللي حاب يشري الهاتف هذا راه متوفر في موقع علي اكس اكسبريس كيما راكم تشوفوا معايا. شي وان ننصحكم تستعملوا هذا الكود اللي راهو لتحت باش ينحيو لكم تخفيض بقيمه 10 اورو ولا 10 دولار. تسمى الهاتف راح تخلصوا ب 83. انا نهضر على نسخه ال 828، راح تحلك هنا في الجزائر 1,900,000 هكاك. تسمى هاتف بسعر اقل من 2 ملايين سنتيم. روابط كامل تلقاوها اسفل الفيديو في الديسكريبشن. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.